أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا تألقت في الألعاب الأولمبية 2024 وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الجزائرية بعد صراع مع الاتحاد الفرنسي، اختارت كيليا أن تخوض التحدي تحت علم الجزائر وطني والدها، واليوم أصبحت أول امرأة إفريقية تفوز بالميدالية الذهبية في الجمباز في الألعاب الأولمبية، وحققت إنجازا تاريخيا للجزائر وإفريقيا. البطلة كيليان مور هي صاحبة أول ذهبية إفريقية في رياضة الجمباز، صاحبة أول ذهبية للجزائر في أولمبياد باريس، وصاحبة ذهبية الأولى للعرب في أولمبياد باريس، بالإضافة لكونها أول ذهبية للجزائر منذ أولمبياد لندن 2012. كيليا بجرأتها وتصميمها أثبتت أن الطموح لا يعرف حدودا. تهانينا لك على هذا الإنجاز الرائع والمستحق، وننتظر بفارغ الصبر المزيد من نجاحاتك في المستقبل. اشتركوا في القناة وتابعوا كل جديد عن إنجازات الرياضة الجزائرية، شاركونا أراؤكم في التعليقات حول هذا الإنجاز الرائع من البطلة الجزائرية كيليان مور. شكرا لكم على المشاهدة، إلى فيديو آخر بحول الله.